السلام عليكم متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. في الدرسين الماضيين تعلمنا كيف نصرف أحد أهم الأفعال في اللغة الفرنسية، وهو le verbe avoir في الزمن الحاضر، le verbe avoir au présent. في هذا الدرس سوف نقوم بإنجاز تمرينين يتعلقان بتصريف هذا الفعل في الزمن الحاضر. التمرين الأول المطلوب فيه ما يلي: Je complète avec les pronoms personnels qui conviennent. Je complète avec les pronoms personnels qui conviennent. Je complète أي أنا أكمل. Les pronoms personnels تعني الضمائر الشخصية أي je, tu, il, nous, vous, il. conviennent تناسب أو المناسبة. إذن المطلوب هنا هو أن نكمل باستعمال الضمائر المناسبة. سيكون لدينا خمس جمل في هذا التمرين، والمطلوب هو أن نملأ الفراغ بالضمير المناسب. من أجل إنجاز هذا التمرين يمكنك عزيزي المتابع أن تأخذ ما يكفيك من الوقت. أوقف الفيديو ثم أنجز التمرين، ثم بعد الانتهاء من إنجازه يمكنك مواصلة الفيديو. ممتاز، الآن نمر لتصحيح التمرين. الجملة الأولى: avait un roman dans le tiroir. avait un roman dans le tiroir. un roman تعني رواية. le tiroir أي درج المكتب مثلا. نلاحظ جيدا الفعل في هذه الجملة، نبحث عنه، إنه avait. avait c'est le verbe avoir. avait. لكن ما هو الضمير المناسب للشكل الذي اتخذه الفعل في هذه الجملة؟ طبعا الضمير المناسب هو vous. ونقرأ الجملة: vous avez un roman dans le tiroir. ينبغي طبعا أن نكون قد حفظنا كيف نصرف الفعل عن ظهر قلب. تصريف le verbe avoir au présent في الزمن الحاضر هكذا: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. نمر للجملة الثانية: avons une proposition à présenter. une proposition تعني اقتراح، présenter تعني يقدم. نلاحظ جيدا أن قبل كلمة présenter هناك الكلمة a. طبعا a هنا ليست le verbe avoir، ليست الفعل avoir مع الضمير il، حيث أننا نلاحظ أن فوق a هناك علامة accent. أما في الفعل le verbe avoir رأينا أننا نكتب il a بدون accent. إذن الفعل في هذه الجملة هو avons الذي يكتب avons. الضمير المناسب طبعا هو nous. الجملة تصبح هكذا: Nous avons une proposition à présenter. أي لدينا اقتراح نقدمه، أو لدينا اقتراح لتقديمه. بالنسبة للجملة الأولى Vous avez un roman dans le tiroir، فالمعنى طبعا هو لديكم رواية في الدرج. نصل الآن إلى الجملة الثالثة: Ce soir، ثم لدينا فراغ، ثم بعده on des invités. نبحث عن الفعل، طبعا هو on الذي يكتب ont. هذا هو شكل le verbe avoir في هذه الجملة. إذن الضمير المناسب هو il. طبعا il الذي يدل على الجمع، وتصبح الجملة هكذا: ce soir ils ont des invités. طبعا ce soir تعني هذا المساء. le soir هو المساء. عندما نقول ce soir المعنى هو هذا المساء. Ils ont des invités. des invités سبق ورأيناها في الدروس الماضية وتعني ضيوف. إذن معنى الجملة هذا المساء هم لديهم ضيوف. نشير هنا إلى أن هناك جوابا آخر يمكن أن يعتبر صحيحا أيضا، وهو الضمير L. طبعا L avec S الذي يعني باللغة العربية هن، حيث يمكن أن نقول Ce soir, elles ont des invités. أي هذا المساء هن لديهن ضيوف.
نمر للجملة الرابعة. A. Beaucoup de questions à poser. Beaucoup تعني كثير. De questions. طبعا كلمة question تعني سؤال. نلاحظ هنا أنها في حالة الجمع نظرا لوجود حرف S في النهاية. إذن المعنى هنا أسئلة. Beaucoup de questions تعني كثير من الأسئلة. A poser أي لطرحها. نبحث عن الفعل وهو A الذي يكتب أي. طبعا الضمير المناسب هو je ولكن نكتبه هكذا J أبوستخوف نظرا لالتقاء حرفين من حروف فويل مع صعوبة نطق je. إذا نقرأها J. J'ai beaucoup de questions à poser. أي لدي الكثير من الأسئلة لطرحها. الجملة الأخيرة. A une belle écriture. Écriture تعني كتابة أو خط. Une belle écriture تعني خط جميل. الفعل هنا طبعا هو A الذي يكتب AS. ننتبه جيدا إلى أن الفعل هنا يكتب AS وليس A. طبعا نفس النطق لكن الكتابة تختلف. الضمير المناسب طبعا هو الضمير tu وتصبح الجملة هكذا tu as une belle écriture أي خطك جميل أو لديك خط جميل عندك خط جميل. هكذا نكون قد صححنا التمرين الأول. نمر الآن للتمرين الثاني. المطلوب je complète avec le verbe avoir au présent أي نكمل الجمل باستعمال الفعل avoir مصرفا في الزمن الحاضر. سيكون لدينا أيضا خمس جمل مثل التمرين السابق. المطلوب هو ملء الفراغ لكن هذه المرة ليس باستعمال الضمائر ولكن باستعمال الفعل le verbe avoir مصرفا في الحاضر. طبعا ينبغي أن ننتبه جيدا للضمير الذي سنصرف معه الفعل لأننا رأينا أن شكل الفعل يتغير حسب تغير الضمير أو حسب تغير الفاعل بشكل عام. إذن عزيزي المتابع خذ ما يكفيك من الوقت أوقف الفيديو إلى أن تنتهي من إنجاز التمرين ثم بعد ذلك واصل المشاهدة. حسنا الآن نمر لتصحيح التمرين. الجملة الأولى Elle deux fils et une fille. طبعا الضمير الفاعل هنا هو آل. إذن كيف سيكتب le verbe avoir في هذه الحالة؟ طبعا الجواب A. L A. الضمير آل الذي يعني هي الخاص بالمؤنث نصرف معه الأفعال تماما كما نصرفها مع الضمير إيل الذي يدل على المذكر. إذن تصبح الجملة هكذا آل A. Deux fils et une fille. Elle a deux fils et une fille. أي عندها deux fils تعني deux تعني اثنان. Fils تعني الأبناء. أي لديها اثنان من الأبناء. كلمة fils تعني الابن الولد أي المذكر. Une fille تعني البنت. إذن في هذه الجملة المعنى هي لديها ابنان ولدان et une fille وبنت. عندها ولدان وبنت. طبعا كلمة a التي تكتب e t تعني و. الجملة الثانية Monsieur Talal peu de passion aujourd'hui. ننتبه جيدا لكلمة passion peu de passion فهي تكتب بحرف t ولكن ننطقه s لا نقول passion. القراءة الصحيحة هي passion. النطق الصحيح هو passion رغم أنها تكتب بحرف T. إذن كيف سنكتب le verbe avoir في هذه الجملة؟ نلاحظ أولا أنه ليس هناك أي ضمير من الضمائر التي تعلمنا لكن نعلم أن الفعل هنا يتعلق بالسيد طلال monsieur طلال. إذن الضمير المكافئ لعبارة monsieur طلال سيكون في اللغة العربية هو لأننا نتحدث عن المفرد المذكر السيد طلال. الضمير المناسب باللغة الفرنسية طبعا هو إيل. إذن مسيو طلال تماما كما لو أن لدينا إيل التي تدل على المفرد. كيف نصرف الverb avoir مع الضمير إيل؟
نقول il a. إذن نفس الشيء سنقول monsieur Talal a أي لديه أو عنده. monsieur Talal a peu de passion aujourd'hui. peu تعني قليل وهي العكس لكلمة beaucoup التي رأينا في التمرين السابق. beaucoup تعني كثير, peu تعني قليل. peu de passion. les passions تعني المرضى لأننا نعلم أن السيد طلال طبيب. إذن في هذه الجملة المعنى أن السيد طلال لديه قليل من المرضى هذا اليوم. aujourd'hui. الجملة الثالثة ce matin vous moins de fièvre. la fièvre تعني باللغة العربية الحمى. moins de fièvre أي حمى أقل أي انخفاض في درجة الحرارة. الضمير الذي لدينا في هذه الجملة هو vous. إذن كيف نصرف le verbe avoir au présent مع الضمير vous؟ بكل بساطة نقول vous avez. إذن تصبح الجملة ce matin vous avez moins de fièvre أي هذا الصباح لديكم حرارة أقل. الجملة الرابعة Sarah et Kamal presque le même goût. كلمة presque تعني في اللغة العربية تقريبا. le goût باللغة العربية هو الذوق. إذن عندما نقول le goût المقصود الذوق. إذا قلنا le même goût أي نفس الذوق أو الذوق نفسه. بالنسبة لهذه الجملة نلاحظ غياب الضمائر. ليس هناك أي ضمير فاعل. لكن نلاحظ جيدا أن الفعل يتعلق بسارة وكمال. سارة اي كمال. طبعا سارة اي كمال يمكن أن نعوضهما بضمير يدل على الجمع وهو طبعا il avec s. il avec s هم. طبعا في اللغة الفرنسية لا نتحدث عن المثنى, فإما أن يكون الاسم في حالة مفرد أو في حالة جمع. إذن في اللغة العربية سارة وكمال سنقول هما مثنى, لكن في اللغة الفرنسية il avec s تفيد الجمع. إذن Sarah et Kamal نعوضهما بالضمير il فيصبح شكل le verbe avoir هو on, وكأننا نقول ils ont. لكن طبعا لا نكتب الضمير هنا لأنه قد ناب عنه الاسمان Sarah وكمال. تصبح الجملة Sarah et Kamal ont presque le même goût أي Sarah وكمال لهما تقريبا نفس الذوق. الجملة الأخيرة nous des parapluies dans la voiture. كلمة parapluie تعني في اللغة العربية مظلة أو مطرية. عبارة dans la voiture لا شك أنك فهمتها عزيزي المتابع وتعني داخل السيارة أو في السيارة. إذن الضمير الذي لدينا في هذه الجملة هو nous. شكل le verbe avoir طبعا سيكون avant. إذن تصبح الجملة هكذا nous avons des parapluies dans la voiture, والتي تعني لدينا مظلات في السيارة. هكذا إذن نكون قد صححنا التمرين الثاني, وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. إذا أعجبكم عزيزي المتابع فنتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية. ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.